سياق تقرب تلفزيون نهار من جرح الحادث المروري المميت الذي وقع أمس على مستوى الطريق الوطني رقم 11 بولاية تيارت، والذي خلف مقتل 7 أشخاص وجرح 28 آخرين نتيجة انقلاب حافلة لنقل المسافرين تحمل ترقيم ولاية ورقلة وتعمل على خط جورت تلمسان. التغطية كانت لديار بن داود. كاين 32 حالة تم استشفاؤها البارح، اليوم خرجت 27 حالة في حالة جيدة بدون مضاعفات، وباقيين 10 اوسبيتاليزي هنايا، وتم إجراء 7 عمليات جراحية، جراحة عامة، جراحة عظام، ونوغو جراحة الأعصاب. تم التكفل بهم يعني من ناحية الإيواء ومن ناحية النقل حتى الأهالي تاعهم، يعني تكفلنا بهم، وين يعني بالتنسيق مع يعني وتطبيقا يعني تعليمات يعني السيد الوالي الولاية، وين أعطى أمر يعني المدير النقل يعني وفر يعني وسائل النقل يعني بأن يتنقلوا هذو الأهالي تاعهم، يعني وفر لهم وسائل النقل. ضيف الى ذلك يعني ذلك من ناحيه الايواء تاع هاد الناس، ومن ناحيه ثانيه يعني نقل الجثامين. كان ضحيه في حاله خطيره، هذيك كانت تمت يعني توفيت الضحيه هذه، اما السته الاخرين الحمد لله راهم في حاله جيده. كان هناك مريض وحيد اللي كان مصاب على مستوى الراس، وهو حاليا متواجد في المصلحه من اجل العنايه، مصلحه الجراحه من اجل العنايه، هو الآن في حالة جديدة.